حبيت اقول اركان اداره الشهوه لو هسميها او اركان النضج في التعامل مع الشهوات تمام لا شك ان المنطلق ديني زي ما قلنا مم. الانسان يريد ان يصل الى ربه يصل الى ربه ازاي خلال العلم النافع والعمل الصالح من خلال اصلاح القوه العلميه والقوه العمليه من خلال دفع الشبهات ودفع لإيه الشهوات دفعها بمعنى انها لا تاخذك الى المسار الايه المحرم ده المنطلق بتاعك لا شك لكن انا لو لقيت قدامي في حالة من حالات إدمانات الجنس حالة من حالات إدمان الإباحية حالة من حالات إدمان الزنا حالة من حالات إدمان الشذوذ الجنسي الأمر هنا أصبح مش مجرد أن أنا هأمره بالتوبة وخلاص لأن كتير جدا من الناس بيجي يقول أنا عندي مشكلة وعايز أتوب بس أنا مش عارف أتوب هو طبعا لا شك إن هو لو في صدق هو سيبحث عن أفضل السبل للوصول لكن فعلا الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لم ينزل داء الا انزل له دواء علمه ومن علمه وجاهله ومن جاهله في شق نفسي كثير من الدعاء والوعاظ بيهملوه في الطرح ده فبيفضلوا يجلدوا الشخص وانت ضعيف لايمان وانت كذا وانت كذا وانت كذا مما يدفع بعض الشباب الى التحلل من قيد الشريعه بالكليه يعني عايز اقول لحضرتك ان في كتير جدا بسبب الالحاد بيكون بيبقى الحاد نفسي مم. وليس الحاد عقدي هو مجرد تانيب الضمير من كتر تانيب الضمير عنده طب انا بقى ايه؟ ساتحلل من هذه المنظومه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايان يوم القيامه ما سال ايان يوم القيامه الا لانه اراد ان يفجر امامه فارادته الشهوانيه او ارادته الفاسده هي التي ادت به الى ذلك تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ولا والعاقبه المتقين فاراده العلو اللي هي الارادات او الامراض الابليسيه من الحسد والكبر وغير ذلك واراده الفساد اللي هي الشهوات الجنسيه وشهوات الطعام وشهوات الشراب وغير ذلك التي تعدت طبعا عن مسار الحلال قد تؤدي بالانساد الى الكفر بالله تبارك وتعالى ودي نقطه مهمه ان احنا من ننظر الى قوم لوط قوم لوط في الحقيقه ماذا فعلوا هل عبدوا وثنا هل عبدوا صنما لا قوم لوط فعلوا الفحشين شهوه طغيان الشهوة اللي هي في حقيقة الأمر منظور الشريعة لها إيه؟ إنها كبيرة من الكبائر لماذا الله تبارك وتعالى أهلكهم؟ لماذا كفروا؟ مع أنهم لم يعبدوا غير الله لا العبادة غير الله مش أنت تعبد إلها آخر عبادة غير الله تبارك وتعالى أيضا في أنك تستحل ما حرم الله يبقى الذنب ممكن يتحول إلى كفر الشهوة ممكن تتحول إلى شبهة إيه هو أدمن الشذوذ الجنسي طيب أنا أدمنته أصبحت لا أطيق الحياة بدوني طيب أنا عندي عائق في ضميري الآن أو عائق فطري أو عائق ديني أو عائق مجتمعي أكفر بكل ذلك لكي أدافع عن حقوق الشوارع لكي أدافع عن الحب love wins عشان ينتصر الحب عشان أتكلم عن الحرية طبعا في الحقيقة اللي النيوليبرالية والليبرالية الليبرست كلها قائمة على ايه التمحور حول لذة الإنسان كل ما هو لذيذ فهو مباح مركزية الإنسان يعني مركزية الإنسان وليس مركزية الله فأنت عندك البيدوفيليا عندك الهوموفيليا عندك الزوفيليا البيدوفيليا إتيان الأطفال الهوموفيليا إتيان الذكران وطبعا إتيان الإناث للإناث اللي هي الميول المثلية أو أو ممارسات المثلية وعندك الزوفيليا إتيان البهائم الله يا جماعة أنتوا وصلتوا إيه ده إيه ده إيه الدرك دا إيه الأسفل ده اللي أنتوا ماشيين فيه الى الهاوية يقودون العالم الى الهاوية باسم العولمة باسم الحريات باسم الليبرالية باسم النيو ليبرالية باسم اننا نفعل ما نشاء نحن احرار مع مع اوامر الله نفعلها اذا شئنا يعني كان حاجة بتؤصل الى ان هذه القضية اصلا لها شق عقدي جزء ديني وجزء نفسي جزء نفسي الجزء م. النفسي بيتمحور حوالين زي وزي ما قلت حضرتك النظرة المتوازنة للشهوة بمعنى ان في ناس بت يعني بتجلد نفسها على اتي... على اصلا التفكير في الشهوه على الميل الفطري الطبيعي على الميل الفطري الطبيعي على ان هو عي... هو بيسعى ان يعف نفسه والاسوا لما لا يوصل للطفل الصغير ان يوصل للطفل او للطفله ان احنا بن كلام عيب نرى الجنس على انه وان هو يفضل في البيت فوربيدن ممنوع الكلام في الموضوع ده م. والولد او البنت تنشا من غير اي ثقافه جنسيه فتبدا يملى عليها هذه الثقافه الجنسيه من المواقع او من الرفقه الرفقه الشله تمام كده كلام فانت تبدا المزاج والمود بتاعه في اتيان الشهوه بيتحدد بالنمذجه اللي حصلت له من خلال الرفاق او من خلال المواقع الاباحيه ان هذه طريقه اللذ هذه طريقه الشهوه قد يكون فيها عنف قد يكون فيها مازوخيه قد يكون فيها ساديه وانت اصلا ايه انت لم انت اصلا المشكله عندك لم توفر مصدر صحيح للتثقيف بالشهوه بالظبط كده ولذلك اكبر اسباب العلاج هو الوقايه